كاب اف ام الكلمة ليك. خاصة المؤتمر سوريا شفنا رئيس الجمهورية اللي كان من أول المهرولين لاستدعاء ما يسمى بأصدقاء سوريا ماهوش موجود، تونس ما عندها حتى وجود، وشفنا توا اتفاق بين الروس والأمريكان على مصير القضية السورية، وإحنا معناها كنا من أول المهرولين ومن أول الغائبين. يعني الحقيقة تونس كانت في معسكر الحرب، في حين أنه مؤتمر جنيف 2 اللي هو إن شاء الله يكون معسكر السلام السوري في القريب إن شاء الله شاركت فيه 30 دولة بالإضافة لما روسيا وأمريكا والصين وفرنسا وبريطانيا، يعني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، دول الجوار العربية الكل هم شاركة تقريبا، ودول الجوار باستثناء إيران مشاركة، كما دول السوفيين وتحتن كما المكسيك كما الهند كما جنوب أفريقيا مشاركة، ما عندهاش علاقة مباشرة ولكن مشاركة في بناء السلم. كان بأولى أن تكون تونس في معسكر السلم، الجزائر والمغرب مثلا مشاركين، مصر مشاركة، 11 دولة عربية مشاركة في مؤتمر السلام السوري جنيف 2، وهذا دليل معناها ذريع يعني على الفشل. الفشل هذا هل ترجع للرئاسة من الحكومة من اللزوز؟ لزوز مع بعضهم بطبيعة المسؤولية الأكبر ترجع لرئيس الجمهورية، ولكن حتى رئيس الحكومة وزير الخارجية تحملوا مسؤولية كبيرة في الفشل هذا. ثم برشا ملفات أيضا دبلوماسية ثنائية فيها فشل، في عثمان جراندي فشل في أنه يمنع ظهارة التعيينات الحزبية في وزارة الخارجية، أو لما رجعش التعيينات الحزبية اللي بقاها سبقته في طرابلس وفي باريس، وزيد واصل هذه التعيينات الحزبية ولا تعيينات الموالات والترضيات في الرياض في جنيف وممكن في بيرن في الأيام القريبة القادمة. وهذه الحقيقة فشل كبير، إن شاء الله وزير الخارجية جديد أولا تكون عنده من الكفاءة من النزاهة من الاستقلالية وخاصة من الرؤية الاستشرافية رغم المرحلة القصيرة اللي بشي يمر بها لتموقع تونس الدولي، لتحسين العلاقات أيضا الخارجية بين تونس ودول الجوار، ولإعطاء صورة جديدة على الدبلوماسية التونسية اللي ما هيش دبلوماسية تابعة الدول الأخرى، هي دبلوماسية متميزة متقلة عندها العقيدة الدبلوماسية متاحة. احنا من قديم الزمان يعني ذكروا الكل البي معناها وقت تم الاعتداء على هيروشيما وناجازاكي بعث برقية، واحنا كنا تحت الاستعمار الفرنسي وواسى شعب اليابان العظيم وامبراطور اليابان العظيم، والتوى مازلنا ننعم ببركات ذلك الموقف، التوى ندخلوا لليابان ما غير جنسية أو بجنسية في ظروف مخففة جدا بغير تأشيرة المعذرة أو بتأشيرة مخففة جدا ياخذوها في المطار. كيف كيف نعرفوا اللي منذ الاستقلال تونس أرسات يعني قواعد متاع دبلوماسية أولا محايدة تم نديمة بضرورة تبجيل يعني السلام على كل الإجراءات الأخرى، ديما عنا كان توجه سلمي ومساندة أيضا القضايا العادلة، دبلوماسية التونسية لأسس الزعيم الحبيب بورقيبة زعيم المنجسين الله يرحمه كبيرة في العالم الله يرحمهم، ولكن إن شاء الله اليوم نزيدوا على الدبلوماسية هذيك بعد آخر مهم اللي هو بعد حقوق الإنسان ومساندة القضايا العادلة نزيدوا نأكدوه، ولكن ديما أهم شيء هو الدفاع على مصالح تونس العليا بل أي مصالح أخرى. وأول أول أول خطوة لازم تتعمل هي تحسين علاقاتنا مع جيراننا مع الجزائر، للأسف الشديد الرئيس المؤقت معناها أساء كثيرا لها العلاقات هذه، اللي سي عثمان جيراندي أيضا تفسخ أكثر من اللزوم وأصبحت ما عادش عندنا دبلوماسية دولة ولا عندنا دبلوماسية الحزب الحاكم، يعني في برشا ملفات نلقاو في الجزائر ولا في قطر ولا حتى في فرنسا يتنقلوا رؤساء الأحزاب الشيخان في راشد الغنوشي وفي الباجي قايد سبتي في غياب تام للدبلوماسية التونسية، وهذا خطر على الدولة التونسية، ولو يتعاملوا معنا وكأن بلاد فيها أمراء حرب وعايتوا الأمراء الحرب يتفاوضوا معهم وما يتفاوضوش مع ممثلي الدولة التونسية، وهذا خطر الحقيقة يهدد معناها الدولة التونسية، لأنه الدبلوماسية هي أداة من أدوات الدولة، هي أداة من أدوات السيادة وأداة من أدوات التنمية أيضا، فإن شاء الله الخيار في النقطة هذه يكون خيار موفق وخاصة إحداث توازن جديد بين الحكومة وبين الرئاسة في الملف الدبلوماسي. كاب اف ام الكلمة ليك.